هلو جايز، في حلقة جديدة من ذوق تحصل. اليوم باش نطيبوا مع بعضنا جاتو، وقبل كل شيء حبيت نقولكم ابقوا في دياركم ما تخرجوش، خلينا نمنعوا تونس. لا تنسوش تعملونا سبسكرايب لايك وشير. ميرسي. أول حاجة جدني البات خفيفة طرية تحفونا على الأخر. البات عملنا لها كيس سكر وماء ودهنا به البات بالعاني باش تجي طرية. الجاتو ده عملنا فيه كابتين فلون وحطينا فيه شوكولاتة وبانان وفريز كيف ما نشوفه، والبات متاعه خشينة. أنا أكثر حاجة نعشقها هي الحم واللي جاتو هنا على الأخر. ما تنساوش في الديسكريبسيون لوكا تلقاو الريسيت نتاع الجاتو اللي طيب مهلين ولي زانغريديون اللي استعملناهم باش عملنا الجاتو هذا. ومطعم الجاتو كله شوكولاتة، انا نحب الشوكولاتة تحفونا على الاخر. وكان تحبوا تسألوا على اي حاجة ما عليكم كان تكتبوا لي دي كومنتير، ما تنساوش ولا تحفونا على الاخر الجاتو وتشبع زاد كبير. طعم الفريز قوي برشا، انا ما يعجبنيش فقط تحطها على جنب. كلها لوز تتقرمش. هاي لا كيف ما تشوفوا عملنا فيها من داخل لهنا ليتاج لول، لهنا حطينا فلون، من هنا حطينا الشوكولاتة. الفلون خلطناه مع الكريم شانتيه عمل جو تحفون على الاخر. كيف ما تشوفوا بالحق بنينة بنينة مش نورمال. خليت بلاستك يا فاروق، والله خليت بلاستك. والله الكورونا فرقتنا يا فاروق.
وإن شاء الله نتقابلوا في حلقة جديدة مع رسالة جديدة. والحمد لله اللي كملناه بالحق، جاتوه قوية على الأخر. وتويك كملنا الجاتو كيف ما تشوفوا. لا تنسوش تعملون سبسكرايب لايك وشير. في الديسكريبسيون لوتا تلقاو انستغرامي انا وانستغرام فاروق وانستغرام دوق تحصل باج فيسبوك متاعنا. وان شاء الله عجبتكم حلقة اليوم. ميرسي.